خسائر بنص مليون جنيه. طبعا اعتداءات على أطباء مستشفى المبرة بالمحلة. التفاصيل هذا الاعتداء: شهد مستشفى المبرة التابع لهيئة التأمين الصحي بمستشفى المحلة الكبرى محافظة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وقع التعدي أسرة مريض متوفي داخل غرفة العناية المركزة على الطاقم الطبي من الأطباء والتمريض بشكل مفاجئ عقب وفاته بسبب تدهور حالته الصحية بسبب جلطة بالمخ. تم تحرير محضر بالوقع وإخصار الجهات المعنية والتنفيذية لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الوقع. وتعود أحداث الواقعة لما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تحت إشراف اللواء محمد عمار إخطار من المقدم خالد عامر مأمور قسم شرطة أول المحلة بلاغ من شرطة النجدة حول واقع تعدي أسرة مريض بالضرب على الطاقم الطبي بمستشفى المبرة بنطاق دائرة القسم. كما أوصل لواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بالغربية بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح والانتقال الأجهزة الأمنية لموقع حادث الاعتداء على الأطباء للوقوف على اخر تطورات الحادث. وافادت التحالات الامنيه ان اللي اجراها الرائد احمد دبيس رئيس مباحث قسم اول شرطه المحله ان ورقه ارتكاب الواقع المدعو وليد صبحي الزاهي محروس 43 سنه تاجر مواشي مقيم بمنطقه العرب بنطاق دائره قسم شرطه ثالث المحله تسببه في تحطيم شاشه جهاز التنفس الصناعي بغرفه العنايه المركزه من مستشفى المبره. وكلفت اداره البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقع وتحرر المحضر بالواقع واخذت الجهات النيابة العامة للتحقيق وأمرت بحجز المتهم على ذمة التحقيقات حين سماع أقوال شهود العيان. في المقابل أكد الدكتور بهاء توفيق نقيب أطباء الغربية أن تواصل مع الدكتور أحمد موسى مدير المستشفى والنائب وتم تفريغ كاميرات المراقبة من محيط موقع الحادث وإعداد تقرير رسمي حول الخسائر والتلفيات الأولية لجهاز التنفس الصناعي اللي حطم على يد أفراد الأسرة المتوفي فضلا عن الاطمئنان على الظروف الصحية والحالة النفسية للفريق الطبي وسلامة جميع أفراده عقب واقعة الاعتداء. وأفاد نقيب الأطباء بأنه تم تحرير محضر رسمي باسم المنشأة الطبية ضد مرتكب واقعة الاعتداء لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله.